الشعرية مهرجان الرابع للشعر الشعبي، كان افتتاح رائع جدا وحلو. قال صراحة فكرة عن حياة الشاعر في العراقي. نتمنى التوفيق للحراقيين وفعاليات المهرجان إن شاء الله ولكل الشعراء إن شاء الله التوفيق. شكرا جزيلا لك. شلون شفت المهرجان؟ أنا أول مرة أحضر المهرجانات العربية، صار فيها بس أرقى شيء في المهرجان حضور إخوتنا وأشقائنا العرب، وأهلا وسهلا بكل العرب، ومهرجان رائع جدا، أهنيهم. شلون شفت المهرجان؟ لا تكلمت فيه انا مهرجان كرنفال. شلون كان؟ كيف شفته؟ تكلمت قبل ما اتكلم مره ثانيه يعني. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا المهرجان كان اكثر من رائع حقيقه، واوبريت مبكي عن الراحل الكريم العراقي. عشنا الواقع، عشنا واقع العراق، عشنا حقيقه الثقافه والادب والشعر في هذا الوطن العظيم. نتمنى له الاستمرارية، نتمنى له النجاح والتوفيق دائما وإلى الأمام، ونحن معكم أينما كنتم. أخوكم عبد الحميد الدوحاني من سلطنة عمان.